متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الفنان محمد بن شنات وبعد سفره إلى فرنسا غاب عن السوشيال ميديا ليظهر مؤخرا متأثرا برسائل إيفا والتي تساءلت هي أيضا عن سبب غيابه. كي وصلوني هكذا سؤال حليها، كي نحب زعما نوري ندير انبوكسينغ ولا نوريها تلقايها دائما قدام ال وش راكي تسناي قولي في الستوري. بابا انا نعيط لك وما راكش ترفد، تعبت منك بزاف. فوالا زعفتي مني انت يا صايم، بقى لي والو في الدنيا نموت خير. لا ما عيطي ليش كاع، ما تقدرش تحصلي فيا باش تشريها لي عمري، توحشتك. ما فهمتش كي جاريف با تو جوارت. ايفا جاريف با تو جوانتر زعما. ايفا قولي لي ديزودو غيزون. عاوديها. This is the reason. To the want. Huh? I will put to the want. إيفا أنا تجري بوت جوان. قولي لي توحشتك. قولي لي شنو شريلك. توحشتك. شريلك 3 ايباد. ها؟ شريلك 3 ايباد. ما تبقاش شير. إيفا بيسقسيك 3 ايباد. اي صاي بنتي هادشي نشري لك 14 ايباد صاي غادي نجي زيدي قولي شنو نجيب لك في القش لي كولر تاع السراويل وكاع. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، شاركوا في القناه، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.